اسمعوني جيدا، اسمعوا هذه الكلمة. اللي فيكم قال يلا نجرب في المشروع، اسمع مني هذه النصيحة ولا تجعل حياتك عليك رخيصة. حياتك وعمرك أثمن من أنك تقضيها وانت قاعد بتجرب فيها. خذ الراء من الروية، ادرس مشروعك صح، انطلق فيه كمشروع عمر. وإذا أنت متخلخل في المشروع ليش تنطلق أصلا؟ قصتي الشخصية مع انطلاقتي في المشروع، أنا تخصصي تأسيس وتطوير مشاريع صغرى ومتوسطة، هذا التخصص الأساسي. يعني الناس تأتي لي حتى أدرس لها مشاريعها بفضل الله عز وجل. لما عرض علي هذا المشروع مش كنت مفلس ولا كنت أكثر من مفلس، كنت بالماينس 150 ألف خسران تجارة وعندي تحدي ضخم جدا، وبالماينس ب 150 ألف دولار ديون للبشرية. لما جاءني هذا المشروع ما قلت أنا بجرب، أخذت تذكرة سفر وسافرت إلى تايلاند وحجزت فندق وحضرت المؤتمر الشهري للشركة في تايلاند حتى أفهم وأستوعب ما هو هذا المشروع، ولماذا أنا أحتاج هذا المشروع، ولماذا سأكون داعيا لهذا المشروع. فلما تيقنت 100% لم أنطلق في المشروع قبل هذه اللحظة. ليش لم أنطلق في المشروع قبل هذه اللحظة؟ لأني ليس عمري علي هين حتى أجرب فيه هنا وهناك، عمري علي مسؤولية كبيرة. فأنا لما درست المشروع، درست المشروع من كل النواحي، درست المشروع بالخطة المالية، درست المشروع بالمنتجات، درست المشروع بالتنمية، درست المشروع بالثقافة، درست المشروع بأثره على الأجيال، درست المشروع بالتحديات الحقيقية الموجودة في دولنا. لم أنظر للمشروع نظرة عن بعد، قدمت للمشروع ونظرت له عن كثب، وفهمت كل تفاصيل المشروع وانطلقت بإذن الله عز وجل ولم ألتفت إلى الخلف. سر انطلاقتك القوية وعدم التفاتك للخلف هو إيمانك الحقيقي بما تنطلق به. فلا تنطلق وأنت لست مؤمن. لماذا؟ لأن انطلاقتك ستكون ثقيلة، انطلاقتك لن تكون خفيفة، انطلاقتك لن تكون مثل الريح.